حيه. ايه ايش اسمه هذا ابو بردان؟ يوسف اطلع لبرا. قطع نزل علينا احنا غرقنا. السقفية متهالكة. السقفية من شرايط معمولة. غرقنا. الطحين هيو خرب الطحين. لسه احنا المطر ما بداش. نزل يدوب 5 دقائق مطر. غرقنا في المنظر اللي انت شايفه. فرشات ارتموا كله مرميين مش عارفين وين اروح. لسه مطر ما بدا. موسم شتاء ما بداش. احنا في شهر 9. فماك لما يجي المطر علينا احنا ايش نعمل هالقيته؟ كله احنا قاعدين نغرق. كل السقفية فيش زين انا والسما. انا بكون نايم فجأة بلاقي مطر نزل علي. وقف الحرب. يعني هي اهم حاجه تقف الحرب، تقف المعاناه. احنا بنعاني كثير. وقف الحرب عنا. احنا ايش نسوي طيب؟ وين نروح احنا؟ هي اغراضنا كلنا رحنا. ما ضلش حاجه.